احنا راح نستكمل معكم مشاهدينا هذا الموضوع. بدون شك ان السفر هو من اجمل الاشياء اللي يعشقها كثير من الناس، لكن عند البعض ممكن يشكل تجربه خطيره وحتى توصل انها خوف، وقد يوصل هذا الخوف الى مرحله الفوبيا. الناس اللي يعانون من هذا الشيء اليوم مع خلود امير متخصصه في فن التواصل وتطوير الذات، راح نتكلم كيف نتغلب على هذا الخوف ونركب الطياره بسلام ونسافر واحنا مبسوطين ومستانسين ان شاء الله للجميع. ان شاء الله سفر موفق وحلو وزين. ان شاء الله. اهلا غاده. اهلا غاده، يسعد صباحك. طالعه حلوه. الله، انت دائما حلوه. انت دائما أمر حلو طالع. خلود، لو نتكلم عن فوبيا السفر كحالة، نعم، لو نشرحها ونعرفها للمشاهدين. أوكي، طبعاً أكو فرق بين الخوف وبين الفوبيا. الخوف هو حالة مشاعر تعترينا جميعاً، يعني كنا نخاف، ماكو أحد ما يخاف. كل أحد يسافر تجي هذه الهواجيس. أي بالبداية يعني، وبعدين يتجاوزها. بس الفوبيا هي حالة مستمرة وما لها تفسير منطقي، ويصبح الشخص يتعامل بطريقة غير عقلانية، تجي حالة اللي يسموها البانيك أتاك أو نوبة الهلع. لما يدخل في نوبة الهلع يعني حرام، يصير ضربات القلب تزايد، تعرق شديد، يحس حضن اللي جنبه، لأنه مرات يمسك في اللي جنبه ويخاف. لا هذه خوف. أي. أيوة خوف وبرضه هلع. لا لا أسف أسف. أي. صدقني من بالتجربة. لا حقيقة، واحدة من السيدات وصفت نوبة الهلع أو الخوف الفوبيا، تقول كأنه أحس روحي تطلع من جسمي. فعلا. فهذا الشيء، هذا نداء لكل العوائل اللي عندهم أشخاص يصير عندهم بانيك أتاك أو نوبة هلع، يعني صدقوهم، أخذوهم على محمل الجد، لأن مرات نوبات الهلع تؤدي إلى لا 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 بيعمل نقص في الأكسجين. طبعاً في ناس كتير ما يعرف عن إيش بانيك أتاك أو نوبة هلع، لكن هو حالة خطيرة. ليش بقول لك بيمسك في اللي جنبه؟ لأنه هو بي يعني بيمسك إنه آخر لحظة يحس ممكن إنه خلاص هو خلاص بيفارق الحياة، يعني بالضبط إنه يبقى إنقاذ، لكن هي نوبة خلع. بس هذه بتكون مزعجة خلود لما تيجي في الطيارة. أي طبعاً، لأن بالطيارة هنا بالمناسبة الإنسان بطبيعته هو مخلوق أرضي، يعني إحنا لما على الأرض نشعر بالأمان مثل الشجرة وعدها جذور. صحيح. بس نصعد فوق نحس إنه شيء اختلف علينا. طبعا الضغوط اللي هي تكون داخل يسموها كابينة الطائرة، أول شيء ضغط مختلف جدا، يعني لما إحنا نكون على 30-40 ألف قدم، 30 ألف قدم كأنه 7000 قدم فوق سطح البحر، فيقل الأكسجين، جودة الهواء تقل، تكون جدا جافة. نعم. ثانيا اكو دراسات هواية عملت حتى احساسنا صور بالتذوق الملح والسكر يقل عندنا بالنسبة لذلك اكل الطائرة يكون مختلف. زين، احيانا اكو ناس يصيرون عاطفيين بالطيارة. اي يعترف يعترف، يصير عاطف، يصير عنده ايموشنز زياده وعواطف يظهرها. انا اي واحد مسافر ويرسل لي رساله او فويس نوت وهو في الطياره ما صدقه. اي ليه؟ حلوه هاي، انه عاطفي انا يكون داخل، يعني يكون داخل الجو بالضبط. زين، فهي هاي الاشياء التغيرات كلها يا هاني وغاده تسوي حاله عدم اتزان، فتدريجيا يبدي الشخص اللي عنده الخوف والفوبيا. يعني احنا كنا من نطير بالطياره نقرا ايات قرانيه. نعم. ونقرا ادعيه يختم القران وبالضبط، وخاصه بالاقلاع والهبوط. زين، هاي الحالتين هي. صحيح. تكون بس خلال هاي اكو عده اشياء ممكن يسويها الشخص حتى يتغلب على نوبة الخوف أو الفوبيا. ممتاز، يعني خلود احنا نقول انه السفر يشكل ضغوط نفسية وجسدية. طبعاً. على المسافر، على الجميع. واحيانا قد يتطور هذا الخوف الى فوبيا بالضبط ونوبات هلع. ولكن لو نبي احنا نسوي تمرين زين حق المسافرين، وهذا التمرين هل يسويه في الطيارة؟ اي ممكن يسويه بالطيارة، ممكن يسويه قبل فترة. نعم. اول شيء لازم يتهيئ نفسيا قبل ما يسافر، يكون كل الأشياء اللي يحبها موجودة عنده في الطيارة. في الطيارة إيه، الموسيقى، بلانكت أو شال، بشمينة، حتى أحيانا الناس أكو يأخذون العطر اللي يحبوه لأن يشعرهم يخليهم بالأمان بالارتياح. بعدين تدريجيا التنفس، إحنا لاحظ التنفس جزء مهم، إحنا انخلقنا تنفسنا وآخر شيء من نودع الحياة هم آخر نفس. لو متنفس عندنا يعني لا إرادي، يمكن من زمان مختنقين إحنا. أي أكيد، بس مو أكو تنفس
يكون مساعد. التنفس بهالطريقة يكون نفس عميق وبعدين هذا الشهيق الزفير يكون عن طريق الفم. لمن لازم توصل لعمق البطن. ليش؟ لأن القلق يكون متركز بهاي المنطقة. أغلب الناس القلق يكون عندهم من نهاية القفص الصدري إلى القولون. فمعايا هاني بيعملها هاني طول هاني عنده ما شاء الله طول زيادة فعند الحالة تأخذ وقت أطول. فهذه أولا. ثانيا تمرين الكونتراكشن والريلاكسيشن اللي هو التقلص والتمدد. نبدي ناخذ أجزاء جسمنا، نبدي باليد اليمنى نضغط عليها بشدة، يعني نحس كأنه إحنا مخنا وياها، وبعدين ويريلاكس زين. بعدين نبدي باليد اليسرى ضغط شديد وريلاكس. ممكن هنا نعمل هذه الحالة وريلاكس. اللي ما يقدرون يسووها ممكن يعملون الفس مالتهم يخلوها هنا وحالة ضغط ضغط وارتخاء. هذه أثناء ضغط لحظات وارتخاء. الخوف والهلع استعدادا وحتى قبل ما تجي، لأن إحنا نريد نتفاداها غادة، لأنه هذه كمان في منها يعني تمرينين أنت قلتيهم. هذه أثناء نوبة الهلع ممكن التنفس طبعا التنفس بس حتى ضغطة اليد لازم نحس بألام يعني بحيث أظافرنا تكون بداخل إيدنا. لازم أكو نوبة هلع اللي تعرفين كل التفاصيل. بقول لكم اسألوني في تجربة بس طبعا أريد أنوه هنا نختم بهاي تنويه للجميع والكل يسمعني، إنه الشخص اللي تتكرر عنده نوبات الهلع وما يقدر يسوي سيطرة عليها لازم يروح لطبيب مختص. لازم الطبيب المختص هو بالضبط علاجات وطريقة مناسبة تكون للسيطرة على نوبات الهلع. شكرا يا خلود، شكرا جزيلا، إن شاء الله لقانا الأسبوع القادم يجدد معك. إن شاء الله.